الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ أسامة أهلا بيك. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ والله الحمد لله تمام. كويس؟ تمام. عايزين نتكلم طبعا في عدد من المواضيع الهامة والأمور اللي بتهم كل جماهير الكرة المصرية وبالتحديد فيما يتعلق بجمهور النادي الأهلي السعيد بأداء الفريق ونتائجه مع مستر فايلر وآخرهم مباراة الأمس 5-1. رأيك إيه في الأهلي؟ طب في الاهلي ولا الجماهير؟ يعني في عادي هو الكلام طيب اللي انت عايزه. لا انا عايز اتكلم الاول بالنسبه للجماهير. اتفضل. هي من حقنا تكون سعيده باداء فريقها بالشكل المحترم اللي احنا بنتفرج عليه. وخلي بالك لسه في احسن من كده. ما في احنا ما طبعاً طبعاً. ما نقلش عن المستوى اللي احنا قدمناه في 3 مباريات في الدوري ومباراه السوبر والمباراتين الافريقيتين. لا الاهلي فيه حاجه كويسه. المارد صحي جوه اللعيبه لان هم نفس اللعيبه اللي كانوا مع لسارتي هم نفس اللعيبه اللي مع فايلر ولكن في شكل هنا بتتضح الرؤيه خلال مدير فني. احنا كده بنتكلم على الاهلي مش على الجمهور. ما هو برضو الجمهور ما احنا انا بتكلم يعني انا كواحد من الجماهير برضو في نفس الوقت ان احنا بنقول ان المارد اللي صحي جوه اللعيبه دي كان في عصايه سحريه للراجل اللي انا بعتبره استكمالا لجهود وخبرات وشكل مانويل جوزيه. انا بعتبر فايلر بنفسي. ليه بتعتبره كده؟ ليه؟ يعني ممكن البعض يقول لك ايه خليك منطقي شويه يا استاذ اسامه احنا لسه بدري والتطوير ما هو لسه. طب انا لكن لسه بدري. انا عايز حضرتك بقى اللي ترد تقول. طب ما لا ما هو لسه بدري ولسه قدامنا وقت ولسه قدامنا مباريات صعبه وقدامنا مباريات قويه ولكن هي البشاير بتقول ايه والدلائل بتقول ايه؟ تقول ان الاهلي فيه شكل كويس جدا بيقنع جماهيره لان انت بتتكلم على ماتش اسوان وبتقول الاهلي كسب 5-1. لا تعالى اتكلم ما بعد المباراه ايه اللي حصل في اسوان. الجماهير الاهلاويه عملت ايه؟ الناس كانت سعيده بالغه جدا ان النادي الاهلي موجود عندهم في اسوان. طبعا نرجع لسيبنا من الجماهير وفرحتها ان احنا برضو بنقول تمهلوا شويه برضو عشان نساعد الراجل على ان شاء الله ان نشوف الاهلي احسن من كده كمان لان انت في لعيبه كمان احنا مستنيين نتفرج عليها. في لعيبه كتيره جدا يعني مستنيينها. زي مين؟ انا بالنسبه ليا إيلو ليانج اللي هو لاعب مالي ده انا عايز اتفرج عليه. عايز اتفرج على صلاح محسن. عايز اتفرج على لعيبه يعني مثلا عايز اتكلم صالح جمعه انه يرجع تاني. بس هما كلهم لعبوا ما عدا صالح. بس احنا منتظرين ان صالح يرجع بقى ويهدى شويه علينا ويهدى شويه على فرقته ونتفرج على حاجه كويسه. البشاير دي كلها يعني بتبين لك العلاقه ما بين الاهلي ولاعيبته مع بطوله الدوري خلال الاسابيع اللي جايه. احنا طبعا داخلين فتره توقف انا شايفها في مصلحه الاهلي اللي هي ان هو يعيد ترتيب البيت تاني. دي لقطات من عوده الفريق من اسوان يا استاذ. لا ما انت طبعا احنا اتفرجنا عليها في قناه الاهلي امبارح كمان وشفنا حاجات طبعا كانت الواحد بيبقى سعيد ان جماهير الاهلي في اسوان كتيره جدا. لان الاهلي في كل المدن وفي كل المحافظات المصريه له جماهير محترمه وبتحبه والاهلي بيحبهم طبعا. ولكن انا عايز اتكلم على شكل النادي الاهلي. الدليل على كده احنا بنتكلم انه منتخب مصر من 3 شهور فاتوا في بطوله كاس الامم الافريقيه كان في 4 لاعبين منهم 2 لاعبين كانوا بيلعبوا اساسيين والباقيين كانوا بره من الاربعه. النهارده بتتكلم على 7 لاعبين في المنتخب وفي 4 في قائمة الانتظار. كان 3 أساسيين مع منتخب مصر. إن أعتبرهم 3 يعني ما فرقتش في لاعب. الشناوي أيمن أشرف ومروان محسن. وكان وليد سليمان هو الاحتياطي. وكان بيلعب وكان فترات. إنما أنت النهاردة بتتكلم عن 7 لاعبين وفي 4 في الانتظار كمان. ولأن لو مروان محسن كان جاهز أنا كنت بقول لك إنه كان هيبقى رأس الحربة بتاعة المنتخب كمان. إنما الإصابة بعدته. عندنا في لعيب زي محمد محمود ما أنت عارف إنه في المنتخب ولولا الإصابة. بتتكلم عن لعيبه موجوده في المنتخب الاولمبي لان ما ينفعش منتخب مصر الاول يلعب بدون رمضان صبحي مثلا. فانت بتتكلم النهارده على عناصر كثيره جدا يعني دي بتبين ان ارتفاع مستوى لاعبي الاهلي. الارتفاع دوت ما جاتش من اللعيبه نفسها، لا ده هي كان عندهم اراده وتم بلوره الفريق، اعادوا اخراج القوه يعني اللي جوه كل لاعب ان هو يثبت نفسه ويكون لاعب مميز ويستحق الانضمام لمنتخب مصر. فريق الاهلي انا شايف ان بيعيش طفره كويسه جدا، لابد انك تستثمرها، لابد انك تستغلها في البطوله المحليه وتستغلها ايضا في البطوله الافريقيه اللي الكل بينتظر عوده الاهلي
لريادة الكرة الأفريقية على مستوى الأندية إن شاء الله. وده الشيء الأهم والهدف الأسمى بكل تأكيد. أبرز ما يميز مستر فايلر في إدارة المباريات وأيضا ما يميز اللاعبين بالتحديد خلال الفترة الحالية مع مستر فايلر إيه أهم حاجة؟ أنا بس في نقطة عايز أقولها يا أستاذ أسامة واللي لفت نظري امبارح، إن لما عمرو السولية اتصاب وإحنا كسبين 4-1 مستر فايلر نزل مهاجم، يعني كان ممكن مثلا ينزل حسام عاشور اللاعب يسد مكان في نفس يعني المركز بدل عمرو السولية بعد ما اتصاب كان ممكن ينزل حسام عاشور ويأمن انت كسبان 4 خلاص يعني، لكن واضح انه فكره دايما على قدام حتى لو انت كسبان 4-5 نزل ازار. انا مش لاعب اتنين مهاجمين دوت بدليل ان الراجل شاف ان الجيم لصالحه. الحته الثانيه لا ما تيجي نتكلم بقى على المباراه من اولها. انت بتتفرجت على الاهلي بالجمل اللي بتتعمل انا الاول مره اشوفها. عشان اكون واضح، احنا بقى لنا سنتين ثلاثه ما عندناش رباعي الخطير اللي كان موجود لما كنا بنتكلم على رمضان، بنتكلم على اجاييه، بنتكلم على حمدي فتحي، بنتكلم على مجدي قفشه. الاربعه دول امبارح كنا بنسميهم رباعي الرعب. وانا حتى كاتب النهارده رغم اختلاف المراكز يعني ما عادش في حاجه اسمها مراكز. في حاجه اسمها خطه وفي تكتيك معين انت بتأدي بيه. اوكي بس ممكن حد يقول لك رباعي الرعب مثلا اللي هم اللي في التلت الامامي، يعني حسين الشحات، رمضان صبحي، قفشه، وهل يعني مثلاً. هو هل يعني ما كانش فيه معاونه من علي معلول مثلا الباك الشمال؟ اكيد احنا ما كانش فيه شغل. احنا بنحاول نسترجع مثلا عماد متعب وابو تريكه وبركات وفلافيو. انا بقول ده المستوى اللي كان ايام مانويل جوزيه لما كنت بتتفاجئ بان في خمس ست مراكز بهم اللي بيعملوا الشغل كله في المباراه. هو معنى ذلك انا هقف لما هشتغل على الاربعه هلعب بدون حارس مرمى؟ طب ما الشناوي امبارح لم يختبر الا في كورتين. كوره عدت طلع كوره من تسديده احمد عبد الظاهر، والكوره الثانيه اللي دخل الجون ديت كان الاهلي في غفله فيها بالزبط. وكان في تاثير درجه الحراره برضو لعبت دور كبير على الاهلي، لانه على فكره هي اضرت بفريق اسوان اكتر ما اضرت بفريق الاهلي، لان اللعيبه برضو مش متعوده على درجه العب ايه في درجه حراره 43-45. الاتحاد الدولي لو عرف الكلام ده يودينا في مشكله. ده احنا معروف ان فوق ال 42 و 43 المباراه لا تتوقف، يا اما درجه الحراره وعندي اضواء كاشفه وعندي. المهم انا مش عايز ادخل في النقط ديت، انا عايز اتكلم على الروح اللي كان فيها النادي الاهلي، على التركيز، على الاداء. الناس بتنفذ تعليمات مدير فني كويس، ما فيش حد كان بيتفلسف امبارح. ما كانش فيه انانيه، ما كانش فيه لعب فردي، لا كان فيه مستوى. وانت امبارح بتحرز خمس اهداف ومضيع 10 اهداف كمان، حتى في فرص كانت اسهل من اللي جات وضاعت مننا بالظبط. بس انت امبارح انت قدامك فريق بيلعب على ملعبه اللي هو اسوان، انت قصرت الانياب بتاعته. هو ما كانش، واسوان لمده 70 دقيقه بالكامل في المباراه ما كانش موجود فريق اسوان. وبصراحه يعني انا برضو عشان الناس ما تزعلش مننا في اسوان، لا الفريق مش بالقوة اللي تقدر تدافع عن حظوظها انها تبقى في الدوري الممتاز. لا الفريق ضعيف، لا فريق ضعيف. ولكن في نفس الوقت انت ضعيف وبتلعب مع فرقة بتلعب بفكر وبتلعب بتكتيك معين وبتخطيط معين. لا الاهلي كان شكله في منتهى الابداع امبارح. في تطور بدني ملحوظ يا استاذ اسامه في الشوط الثاني بالتحديد، بدليل انت جايب 3-4 اهداف في الشوط، جايب 3 اهداف في الشوط الثاني في درجه حراره مرتفعه، فده عامل بدني واضح ان في تطور فيه وشغل عليه. ما انت احنا بنتكلم على شواهد ودلائل. هو انا عندي لعيب جاله شد عضل امبارح؟ لا ما شاء الله. عندي لعيب جاله كريمبات؟ عندي لعيب طلب التغيير بنفسه؟ لا ده كل ده، حتى اللي اصيب عمرو السوليه عايز يكمل المباراه وهو مصاب. ليه؟ لان في شغل. انت كده انت ريحت الفرقه امبارح، مش الكوره، الكوره هي اللي بتجري مش اللعيبه اللي بتجري. وده نوع برضه ده من الذكاء، لانك انت لو لعبت على الناحيه البدنيه من بدايه الشوط الاولاني في درجه الحراره ديت لا ما تقدرش تكمل للشوط الثاني. انا بس يعيب الاهلي هي كانت خمس دقائق سرحان في الشوط الثاني على ما رجع تاني الاهلي وجاب الهدف الخامس. وبعدين اهدافك كلها مش ضربة حظ، ملعوبة كلها، لا بصراحة كلها أهداف شكلها جميل جدا، في الراجل عامل حاجة معينة، في تمرير كرات بأشكال ونماذج مختلفة جدا. ما كناش بنشوف الكلام ده خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا. دي حقيقة، يعني احنا الواحد يتكلم بصراحة. طبعا. لا اللعيبة خرجت طاقتها، في حاجة تانية فيها روح الفانيلا، في ناس تانية عندها إصرار،
في ناس عندها وفاء لناديها، عارفة قيمة الشعار. أجمل ما في الموضوع إن الراجل لا يجامل وبيختار العناصر اللي هتساعده. لا يجامل لا ما بيجاملش. والراجل ده أنا استحالة يكون الكلام اللي اتكلمنا عليه قبل ما يجي والاتهامات الخطيرة، لا ده الراجل اللي أنا شايف إنه لو استمر وإن الحظ والتوفيق وقف معاه، لا الراجل ده هيكون من العلامات ومن الرموز من المدربين اللي دربوا النادي الأهلي. والدليل لكن الفكر موجود. ما احنا بنتفرج على ايه؟ انا بتفرج على كرة قدم بحق وحقيقي للأهلي. الأهلي النهاردة الإشادات من كل محب مختلف مع الأهلي، لا الراجل ده بوت فاهم بيعمل ايه. وبعدين بيخرج طاقة انا شايفة كانت تايهة جوه اجساد اللاعبين مع المدير الفني اللي فات اللي هو لاسارتي. انا لاسارتي انا ما اقدرش اقول انه عنده انه مدير فني فاشل، ما اقدرش، لا مدير فني ناجح بدليل ان الاهلي جابه. ولكن الراجل ما قدرش يتعامل مع اللاعبين. هو الاهلي جاب كام صفقه السنه دي؟ ثلاثة. والتلات صفقات دول انا ما بعتبرش انه عمل صفقات، يبقى ما هم نفس اللعيبه اللي اتعملوا في شهر يناير اللي فات. بالظبط. ولذلك انت اتفرج حسين الشحات اللي قعدوا البعض يتباكى و160 مليون ووصلوا له المليار. على فكره هو اقل من كده الدفع في يعني الدفع في حسين. انا ما بدخلش في مهاترات وفوضى الجماهير والمحبين والمخالفين. اللي عايز يتكلم يتكلم. 160 مليون ايه؟ وانا جايب رونالدو. لا انا بتكلم على ان اللاعب لعيب كبير قوي بصراحه حسين الشحات، ولسه تتفرج لسه هيبقى عنده احسن من كده. ده انت عارف العفريت بتاع الفانوس السحري مش هو بس، ومجدي قفشه وعندنا رمضان صبحي اللي انا ما اعرفش ده رمضان صبحي اللي يتفرج عليه في مباراه الانتاج الحربي، واللي يتفرج عليه في السموحه، واللي يتفرج عليه في اسوان، يقول لك نادي ايه الانجليزي اللي يسيبه ويعيره الاهلي تاني. ده الراجل بيكتشف نفسه. ومين اللي اكتشف في رمضان صبحي؟ ما هو مدرب اكتشف رمضان صبحي، ولكن مين اللي أهله؟ هو فايلر. مين اللي زود مستوى حسين فايلر. مين اللي خلى مجدي قفشه يظهر بالصوره الجميله دي؟ فايلر. مين اللي رجع اجاييه وبقى هداف؟ هو فايلر. ولازم نعترف خط دفاع الاهلي ممكن يجي له حاله سرحان 5 دقائق، انما قبل كده كان بيجي له حاله سرحان لمده 60 دقيقه او 70 دقيقه. لا هو الراجل اعاد ترتيب وتشكيل، وراجل بيتدخل في كل كبيره وصغيره يؤكد ان الراجل دون جاي ومعاه فكر وبيطبقه مع النادي الاهلي. وبصراحه امكانيات الاهلي تسمح له بالنجاح في الفتره اللي جايه. نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه باذن الله. واحنا في فتره توقف دلوقتي، شايف ان الفتره دي في صالح الاهلي ولا ضد الاهلي؟ لا فتره التوقف دي في صالح الاهلي. في صالح الاهلي ليه؟ ما هنيجي نتكلم. انا عندي 7 في منتخب اولمبي وعندي 7 في منتخب اول. يعني اللعيبه مش هتريح. عندك 4 في منتخب اولمبي. انا بعتبر ما هو في لعيبه انت معاره للجونه، وفي لعيبه معاره لسموحه. احنا بنتكلم على قوه الاهلي دلوقتي. ما هم دول لعيبتك، دول راجعين. اوعى حد يفتكر ان الاهلي هيسيب احمد حمدي ولا احمد ياسر ريان ولا هيسيب حمدي اصلا تم بيعه نهائي. مش مشكله للجونه، ولكن انت لما تحتاجه لا انت بيعه نهائي، بس لما يجي يتباع هيرجع للنادي الاهلي. عشان نكون واضحين، فرقه الجونه ده الرديف بتاع النادي الاهلي. لا مش عايز انا مش متفق مع حضرتك في الجزئيه دي بصراحه. يعني انا بقول وجهه نظري. وجهه نظر حضرتك لكن لازم نقول للجمهور. يعني هو مش رديفنا، نادي الجونه نادي وليه كيانه ونادي مميز. انا ما عنديش مشكله، امكانيات هائله في الحقيقه. انا ما عنديش مشكله، بس دي لعيبتي. يعني لكن هو مش رديف النادي الاهلي اطلاقا. يعني هو إيه؟ لكن كلمه رديف عيب؟ مش عيب، بس برضه لازم نحترم نادي الجونه. الموضوع مالوش علاقه نحترمه في ايه. يعني هو احنا اخطانا نقول ان لعيبه الاهلي اللي موجودين في الجونه انا كان مش من حقك ترجعهم؟ يعني لعيبه الاهلي الموجودين في الجونه دول رديف؟ لاعبين غير مميزين؟ لا هو الرديف. طيب لا الرديف يعني ايه؟ يعني ده البديل. أوكي. الرديف في اي نادي في العالم، يعني ريال مدريد بتلاقي عنده فرقه اولى وعنده رديف، برشلونه وهكذا. لما بكون محتاج اللعيب لا تعالى. واللعيبه دي مع الوقت انت بتتكلم على لعيبه من امهر اللاعبين اللي موجودين في الكره المصريه. والدليل مش موجودين في المنتخب الاولمبي. ده المنتخب الاولمبي انا بعتبره القوام الاساسي للكره المصريه، منتخب اول وانديه. فعلا منتخب معانا عناصر كويسه جدا فيه. انما هم دلوقتي هل احمد ياسر ريان لما خدوه المنتخب الاولمبي مش متاخد من الجونه؟ انما هو حق لمين في الاخر؟
طبعا يعني اللعيب بتاعي اكيد. على العموم احنا ما بنختلفش، انا بقول ان الاهلي عنده مجموعه من اللاعبين ده الدليل على اختياراتهم، فهيبقوا مكسب ان هم بيلعبوا مباريات افريقيه هيعملوا احتكاك قوي، لعيبه المنتخب الاولمبي هتلعب تصفيات افريقيه قويه وشرسه للغايه، واللعيبه اللي في المنتخب الاول هيلعبوا مباراه بتسوانا وبعدين يروحوا كينيا وبعدين نبتدي ندخل في معمعه المباريات والبطولات اللي جايه. فالتوقف دوت مش هيفيد، لا هيفيدني ان عندي مجموعه لاعبين ما بتلعبش هنستفيد منهم في المباريات الوديه اللي انا هلعبها، واعيد اكتشاف اللعيبه دي تاني. انتوا في عدم وجود العناصر والقوام الاساسي، علما بقى ان انا عندي بقى حاجه حلوه في التوقف ده، عندي لعيبه راجعه من اصابات، اهم اتنين طبعا كريم ندفد وعندي محمد محمود، لو سعد سمير كمان يا لا ده انا بكلمك بقولك اهم اتنين اللي دول المنتخب الاولمبي بيشاور نفسه لحد الان هناخدهم ولا لسه برضه، وعندي سعد سمير وعندي يعني محمد محمود، بعتبرهم اهم ثلاثه مصريين، اهم اثنين برضه يا استاذ. لا وفي غير يعني سعد سمير لعيب مهم جدا جدا وخبرات مميزه في الفريق. لا ما انت في حاجه، في عندي اللعيب كمان المدافع بتاعي متولي، المتولي كمان، يبقى ادي اربع لعيبه مش ثلاثه. يعني انت في الفتره دي اللعيبه دي باذن الله ترجع، ومروان محسن انا بتكلم في خمسه والله اعلم في حد تاني ولا لا، بس انا بتكلم عليه اقدر استفيد منهم ان انا اكتشف لعيبتي دي تاني واطمن عليهم من الاصابات واطمن عليهم ان هم راجعين لمستواهم. فاذا لا ده هي فرصه كويسه، التوقف هيفيدني اكتر ما هيضرني. ده اكيد شيء مهم. البعض بيتكلم على ثبات التشكيل وان لسه مستر فايلر ما استقرش على التشكيل النهائي بالنسبه للنادي الاهلي، رغم ان في ملامح خلاص ابتدت تبان من خلال اخر مباراتين بالتحديد، لكن دايما بيبقى في تدوير وتغيير في عناصر فريق النادي الاهلي مع كل مباراه. شايف الجزئية دي ازاي وكيفية التعامل معها من قبل المدير الفني؟ اولا انا عشان اتكلم على ثبات التشكيل انا بتكلم ان في 9 لعيبة اساسية بيلعبوا، ممكن اغير في مركزي وده اللي بيعمله الراجل دلوقتي، ده اللي ابتدى يستقر عليه بداية مباراة الانتاج اعتقد. برافو عليك. يعني معنى ذلك ان انا بتكلم ان الراجل له هدف وبيحققه دلوقتي، انما انا مش بلعب مباراة ب 11 لعيب واغير 6 أو 5، لا الراجل ثبت وعارف هو بيعمل ايه وعارف امكانيات لاعبته والتصاعد البياني بالنسبه لمستوى كل لاعب وعارف بيعمل ايه فيه دلوقتي. انما النهارده هو بيدي فرصه للعيب اللي بيتخلف عن الخط، عيد ترتيب حساباتك تاني، حاول توصل بالمستوى، ومش هيلعب الا الاحسن والاقدر على ارتداء التيشيرت الاحمر بالزبط. اللي هو بيمثل النادي الاهلي. لا يعني انا ما عنديش خلاف جدا. الراجل هو فاهم بيعمل ايه، الراجل عارف خططه ايه، عارف اشتراك أسامة صقر اللي هو أنا هيلعب إمتى. بدليل هو وليد سليمان مش بيلعب المباريات وبياخد التلت ساعة أو ربع ساعة أو نص ساعة الأخيرة، وانت لما تفاجأ أنه يلعب من بداية المباراة اللي بعديها هتيجي تقول لي اختلاف؟ طب ما الراجل بيلعب، الراجل ما عارف مين اللي بيلعب وعارف مين ده، المباراة دي بتاعت مين والمباراة دي مين اللي هيمثله فيها. أجاييه هل يمكن الاستغناء عنه النهارده؟ ده طبعا مستحيل. طب انت أجاييه ما لعبش في اخر 3 شهور، ما لعبش ساعة زمن كلها على بعضيها. أجاييه قدام المرمى ورجع لمكانه. وليد أزارو هو الراجل مش عايز يلعب بيه؟ بس عايز يستعيد. وماتش امبارح حصلت منه مره. انا الراجل يعني انا شايفه انه بيتعامل بفكر عنده قدرات تدريبيه اوروبيه رائعه، وشايف اجواء هتساعده على النجاح باذن الله. هو الواضح ان الراجل عنده سمات شخصيه مميزه وكمان بيعرف يتعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل رائع في الحقيقه، يعني وده اللي جاي فعلا. نتمنى له يا رب التوفيق الدائم مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بالتالي المباراه المقبله لسه بدري عليها شويه، لكن هي مباراه مهمه قوي، مباراه نادي الزمالك. بتشوف المباراه دي ازاي؟ والله انا عشان اتكلم في التوقيت الحالي عن مباراه قمه ما بين الاهلي والزمالك، لا انا هشوف المباراه ديت بعد اداء مباراه مصر مع بتسوانا. اشمعنى؟ ايوه لان ديت اللي هتكشف اهم وابرز المستويات للاعيبه الاهلي والزمالك في المنتخب. وبناء عليه ومباراه المنتخب مع جنوب افريقيا مباراتين للمنتخب الاولمبي. بالظبط. لان ديت هي اللي هتبين المستويات والقدرات.
لان بالتاكيد في علاقات دلوقتي يعني انا شايف ان في اتصالات ما بين مدير الفن المنتخب الاولمبي مدير المنتخب الاول مع المدربين في الانديه المختلفه، لان انا شايف هو ارتفاع مستوى رمضان صبحي كان سببه ايه؟ سببه ان الكابتن شوقي غريب ممكن كان في اتصال ما بينه وبين فايلر وقال له هي الحاجات اللي بترفع مستوى رمضان صبحي ايه؟ يمكن الراجل اقتنع بوجهه النظر واشتغل عليها. فالمستوى دي معلومه يعني ولا لا انا متاكد لا ده انا متاكد منها ان كان في تواصل ما بين مستر فايلر وكابتن شوقي غريب بخصوص رمضان يعني مش بخصوص رمضان بخصوص كل لعيبه الاهلي اللي في المنتخب اللي هو شكل التنسيق التنسيق يعني ما بين ده. لكن مش كابتن شوقي غريب ما قالوش على طرق معينه للتعامل مع انت بتحاول صح؟ تدخلني في امور انا ما قلتهاش انا بعد مش هوضح كلام حضرتك يعني هل معنى هو ارتفاع يعني. مستوى رمضان صبحي بعد بعد كلام شوقي غريب مع فايلر انا فهمت كلام حضرتك كده انت فهمتها كده لا ممكن مش انا بس اللي افهم كده الناس تفهم كده فنوضح بس دي القدرات اللي احنا بنتكلم عليها على المدير الفني الفاهم اللي بيعرف يدرس خطه فرقته بيعرف يواجه الناس ازاي على فكره انت بتلعب سموحه من 3 سنين 4 سنين ما كنتش تضمن انك تكسب سموحه بالعكس ممكن تكسب ماتش وتخسر ماتش معاه انما انت بقوه الراجل دوت كسب سموحه الانتاج ده كان دايما يقف ضدنا ولما كناش بنعمل نتائج ومبارياته صعبه اسوان دي برضو كانت بتعمل معانا ماتشات في القاره احسن ما كانت بتعملها في اسوان لا الراجل عنده فكر بس عشان القدرات الذهنيه اللي عنده والفكر والمخ والناس دي بتفكر بتبقى عارفه يعني انا ازاي اعرف خصمي ازاي اعرف لاعبتي ان انا دايما اسال واقول ايه اللي يميز رمضان صبحي؟ ايه اللي يميز وليد سليمان؟ ايه اللي يميز اجاي؟ طب ما اجاي اهو انت بتتفرج عليه. هو ده اجاي اللي احنا كنا بنطالب انه يمشي. وادي وليد ازارو هيرجع وهيبقى احسن من الاول. ان شاء الله. واللي كنا بنطالب انه يمشي. لا انا اللي بقصده ان الاهلي انا شايف ان في تطور فكري في شكل خططي في مستوى في شكل بنتفرج عليه جوه الملعب احنا بقالنا فتره كبيره ما اتفرجناش عليها فبالتالي الحديث عن مباراه الزمالك لسه شويه بعد ماتش لا انا ما اتكلمش بص لو انا اهتميت بمباراه الزمالك من دلوقتي مش هستفيد انا اهتم بايه اهتم بقى بنفسي انا الاول اشوف انا لعبتي هحضر مين هعمل ايه خططي هعملها ازاي ومباراه الزمالك دي اصلا مباراه استراتيجيه عامه يعني برافو عليك انا ده اللي انا عايز اقصده كويس. ليه لانك انت هي مباراه الاهلي والزمالك مضمونه لا مباراه صعبه طبعا استحاله مباراه صعبه اكيد وفريق الزمالك انا شايفه فريق يمتلك من القدرات ومن اللاعبين برضه ما يميزه انا عشان افوز على الزمالك طب ما انا كسبت الزمالك في الدوري وكسبته في السوبر مع ان مباراه السوبر كانت كل التوقعات رايحه لنادي الزمالك الزمالك يكسب احسن فنيا فعلا ولكن انت فوجئت بمستوى وفوجئت بامكانيات الاهلي يوميها في 70 دقيقة خلص المباراة. وأنا بقى مش مع اللي جه قال لك ده احنا الأهلي في 70 دقيقة جاب 3 أجوان والزمالك في 20 دقيقة جاب جونين. طب يعني إيه أنا مش فاهمها. لا المباراة دي بتبقى مختلفة. المباراة دي بتعتمد على أقدام 22 أنا يعني 22 قدم. هم اللي بيحددوا نتيجة المباراة دي. اللي بينفذ التعليمات واللي بيقدم الأداء واللي بيقدم كرة قدم تستحق الفوز هو اللي هيكسب ومباراة القمة لا تعنيني في شيء إلا هي مباراة ديربي الكرة المصرية بالظبط إنما نتيجتها لو الفرقتين اتعادلوا لا هتفيد الأهلي ولا هتفيد الزمالك ولو فاز الأهلي أو فاز الزمالك برضه مشوار الدوري ما زال طويل بس خليني اقول لحضرتك ان مباريات الاهلي والزمالك بتفرق معنويا يعني في حاله الفوز انت معنويا تبقى افضل بكتير من الزمالك اللي هيتاثر معنويا في حاله الهزيمه فبالتالي ممكن ياثر عليك بالعكس صحيح بالعكس صحيح ممكن طيب. ياثر على فرقه ومين ومين اللي هيوصلني لهذا الامر؟ الا لو انا دخلت مباراه الزمالك وانا مش مستعد كويس لها او دخل الزمالك ومش مستعد كويس هنا انا بشوف ان العامل النفسي وتهيئه الاجواء للمباراه اهم بكتير من الحديث في المباراه وانت يعني انا عايز اقول مثلا هو الاهلي بامكانياته وقدراته ومجموعه لاعبيه الحاليه ما يخسرش ولا مباراه طب لا قدر الله وخسر مباراه هقلب الدنيا على الراجل لا طبعا دي مش سياسه الاهلي وجمهوره عارف برافو عليك برافو عليك ومجلس اداره الاهلي انت عارف انه كويس جدا انا يعني عجبني بمنتهى الامانه
مجلس إدارة الواحد بيتشرف إنه ينتمي للنادي الأهلي بسبب أكيد. المجلس فيش كلام، مش بنقعد نتكلم ونعمل تصاريح واللي واللي لا، وحتى فريق الكرة لو خسر مفيش الانفعال ولا انفلات الأعصاب. لا، مشوار لسه طويل، وشايف ان الأهلي ماشي بأداء كويس. اللي شايفه أكتر انه هيستعد لمباراة القمة، لأن مباراة القمة إمتى؟ يوم 19 أكتوبر. يعني بعد اللعيبة ما ترجع من المنتخب إمتى؟ بأربعة أيام. إيه اللي مطلوب مننا بقى دلوقتي؟ طب لعيبة صفوا مباراة بتسوان هنا أو هنا؟ لا قدر الله. هحمل المسؤولية لمين؟ لاتحاد الكورة والمدير الفني للمنتخب؟ لا ولا حمل. ولا أنا أكون مجهز مجموعة اللعيبة بتاعتي ومستعد نفسيا للمباراة؟ مباراة القمة خطأ لأي جهاز فني في الفريقين إنه يتكلم فيها من دلوقتي. يا إما إحنا بنسيب الأمور بقى عشان مواقع التواصل الاجتماعي والتحفيل وكل بقى تدخل، وكل بقى مدير فني وعارف بيعمل ايه، والاهلي هيكسب كام والزمالك هيكسب. الاجهزه الفنيه عارفه ازاي بتتعامل مع المباريات دي، بتحديد الجهاز الفني للنادي الاهلي والتوقيت المناسب. برافو عليك. اهو احنا نرجع الاستعداد لهذه المباراه، لكن دايما الجمهور والاعلام بيبقى مهتم بالمباريات دي ومترقبها بشكل كبير حتى لو لسه ناقص اسبوعين. انا معاك، بس انا بتكلم هتفرق هنا مع المدير الفني الذكي الدارس الواعي. بالظبط. وانا شايف ان فايلر لا يمتلك كل هذه الشروط والمواصفات. ماشي، اكيد ان شاء الله الامور تسير بالشكل المنتظر دايما من جمهور النادي الاهلي، واعتقد ان الجمهور دلوقتي سعيد جدا يا استاذ اسامه بالاداء والنتائج. يعني دايما كنا بنكسب بس ما كناش بنبقى مقنعين بصراحه، دي حقيقه، لكن دلوقتي اداء والنتيجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وان شاء الله الاستمرار على كده. يعني لا ربنا يسترها وعين الحسود تبعد عن الاهلي الفتره دي ان شاء الله. عايز اروح اتكلم شويه عن منتخب مصر، الكابتن حسام البدري والقائمه اللي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني عفوا لمنتخب مصر. بتقيم القائمه دي ازاي، وهل العناصر دي تستحق التواجد، ولا شايف ان في بعض اللاعبين كان ممكن يكونوا موجودين كمان؟ احسن قائمه تم اختيارها لمنتخب مصر، اتفق معاك بصراحه بمنتهى الامانه. وقائمه محترمه وقائمه معتدله وفيها جزء كبير من العداله. يعني قول لي مين النهارده من اللاعبي منتخب مصر اللي ما انضموش وكانوا يستحقوا الانضمام؟ ما اعتقدش ان في حد نهائيا. بس انا كان نفسي محمد هاني يروح بصراحه، اتكلم بصراحه برضو. وجود احمد فتحي انا شايفه مهم جدا لمصر من حيث القوه الخبره وقياده المنتخب، لانه هيكون كابتن منتخب مصر. كابتن منتخب مصر لانه هو الاقدم في المنتخب. طبعا تواجد احمد فتحي وده عامل نفسي كويس جدا. وهتكلم بصراحه، ومحمد هاني قليل؟ لا، محمد هاني هايل، ولكن احمد فتحي اقوى منه. بعيدا بقى عن خبرات اكبر طبعا احنا بنتكلم قوي واستفيد منه. الحته الثانيه محمد هاني لسه قدام المستقبل كبير جدا. وممكن هو الاختيارات اللي اختارهم الكابتن بدري نهائيه؟ لا لسه، ما انا عندي دي مباراه وديه يعني. احنا شايفين لانه لسه عنده 7-8 لعيبه تحت المنظار، منهم 3 بيلعبوا بره. بالظبط. وفي 4 موجودين جوه الدوري المحلي لو سلام كان خدهم. انما انا شايف ان المنتخب الاختيار ده كان عادل جدا وتم على دراسه. والاول مره اللي انا شايف الكابتن حسام بدري حط شروط وقياسات وقدرات وامكانيات اختار على اساسها مجموعه اللاعبين دي. انت النهارده تتفق معايا على الشناوي حارس مرمى؟ طبعا محمد عواد حارس جيد اكيد، لما اجيب حارس ثالث يكون محمد بسام مش هيعمل لي مشاكل. ليه احمد الشناوي ممكن يعمل مشاكل؟ لا الحارس الاول في مصر حاليا هو احمد الشناوي. ما نتكلم محمد الشناوي حارس الاهلي. انا بتكلم على حارس بيراميدز احمد الشناوي، لو كان هو الحارس اللي موجود هو بيقف مع بيراميدز دلوقتي؟ ما بيلعبش بشكل كبير. ومع احترامي الكامل للشناوي، انا يختاروا بقى مين اللي مختار؟ ما هو ايمن طاهر اللي مختار. قصدي يعني ان هم اختاروا بسام بسبب امكانياته ولا بسبب امكانياته؟ طيب أكيد ومش أكيد. هيسبب لنا مشاكل. ما في لعيب لما اكون 3 حراس على مستوى واحد هخلص من 2 هلاقي الثالث طالع لي. لا، انا شايف ان الاختيار عادل جدا، وبسام من الحراس المرمى اللي انا شايفهم هم يعني المستقبل لهذا الحارس. وحارس جيد جدا. وحارس جيد بصراحه جيد كمان.
فانا ما عنديش مشكله. جميع اللاعبين المختارين في المراكز حتى اللي اتظلموا ايام اجيري جابهم الكابتن حسام، لان الدنيا كلها ما كانتش هتسكت لو مجموعه اللاعبين المحترمين اللي احنا تجاهلناهم نتجاهلهم تاني. الاختيارات جميله وكل مركز فيه لاعب والتاني واتنين. اجمل من كده ان المدير الفني الكابتن حسام البدر لما اختار بعنايه واختار 23 لاعب عشان الناس تفهم ده بيلعب مباراه بتسوانا احنا بنقول عليها وديه، لا بالنسبه له هو معتبرها مباراه رسميه ودوليه. الراجل ده في كلامه ليا بمنتهى الامانه قال لك مباراه دوليه عشان هلعب وهختار اللعيبه وهشوف وهجرب. راجل بيتكلم كويس. الحته الثانيه انه تنازل عن مجموعه لاعبين المنتخب الاولمبي اللي هيكونوا اساسيين في المنتخب الاول عشان انا النهارده هيبقى عندي منتخبين طالعين صح لاختيارات موفقه. مجموعه اللاعبين في تنظيم كويس جدا هنشوفه لاول مره في المنتخب كويس، انك انت بتتجمع الساعه كذا واللعيبه بتيجي الساعه كذا، اختبارات وقياسات طبيه لكل اللاعبين في اول يوم للمعسكر. هتبتدي تتدرب، هتتدرب فين؟ مش كانوا بيقولوا ان احنا نروح نتدرب في برج العرب والمعسكر في اسكندريه؟ لا 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 لا. قال لك لا ده انا ملعبي هيبقى استاد القاهره، هتدرب في استاد القاهره وهعمل كل اللي انا عايزه. في حاجات جديده طبعا الناس هتشوفها اللي هي حتى العوامل المساعده في التدريب. انت بتستخدم كنا بنستخدم اجهزه التدريب على احدث مستوى وجايه من بره جميله جدا. قياسات اللعيبه، الاوزان، الاختبارات الفنيه والبدنيه، اللياقه، كل دوت هتشوفه مع المنتخب. انا متفائل جدا والاختيارات كانت صحيحه. هل لاحظت اي اعتراضات من اي نادي او من اي لعيب؟ لا، بس عايز اخد من حضرتك تعليقين سريعا جدا فيما يتعلق باستبعاد محمد صلاح وفيما يتعلق بشرط القياده سريعا عشان وقتنا. شرط القياده ما فيش حاجه انه تم العرض على محمد صلاح، الكلام ده ما حصلش. تمام. اقدم لاعب وحسب اللوائح وحسب الامور والاشتراطات في الدخول المنتخب، اقدم لاعب في المنتخب مين؟ هيبقى مثلا احمد فتحي. يبقى اتفضل انت احمد فتحي القياده. استبعاد صلاح؟ ما فيش حاجه اسمها استبعاد صلاح. اعتذر؟ ولا ما اعتذرش محمد صلاح. محمد صلاح عنده اصابه في العضله الضمه وبيعمل منها استشفاء. اصابه في العضله الضمه هو لاعب؟ لا لا لا، بس نتكلم برضه بالراحه. ما العضله الضمه دي في ايه؟ بيبقى في حاجه اسمها مز وفي واحد يعني اجهاد. بيبقى في حاجه اسمها اجهاد، وده الكلام اللي تم ما بين الكابتن حسام البدري واللاعب. محمد صلاح طبعا هم فسرنا وهنقعد نفسر زي ما هقول مثلا محمد صلاح اعتذر، محمد صلاح بعت لهم على الواتس قال لهم مانيش لاعب، محمد صلاح قال مش جاي مصر تاني، محمد صلاح زعلان عشان ما اديناش صوت مصر. دي مبالغه طبعا. لا احنا بقى مش مبالغة. عايزين زي ايه؟ لا عشان عايز اقول كلمه محدده. اتفضل. انا مثلا قاري خبر النهارده على اعتزال حسام عاشور يدرس الاعتزال في نهايه الموسم. طيب انا بقى خد بقى احمد فتحي بيدرس الاعتزال، مروان وحسام، وتيجي بعد 3 4 سنين يقول لك فاكرين لما انا قلت من 3 سنين؟ لا يا جماعه كفايه بقى، عايزين نتكلم كلام منطقي. طبعا يعني اكيد نتمنى كل التوفيق سواء للنادي الاهلي او المنتخب المصري. يا استاذ اسامه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا المتشكر جدا وسعيد ان انا موجود على قناه الاهلي. ربنا يخليك، نورتنا دايما ودايما بنسعد بوجودك معانا. كان ضيفنا العزيز الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه في الجزء الاخير من حلقه كان في ميديا النهارده. دي كانت حلقتنا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.